أعزائي محبي ومتابعي موقع سفاكسيان بون نت، مرحبا بكم الناس الكل في ملخص شامل لآخر أربع جولات لعبها النادي الرياضي الصفاقسي في البطولة المحترفة الأولى لكرة القدم. أربع جولات لعبتها السي اس اس ابتداء من نهار الأربعاء 14 أكتوبر حتى نهار الجمعة 20 نوفمبر. نذكروا للسي اس اس تحصلت من خلال الأربع جولات الأخيرة على زوز أوراق صفراء، كان ضد كل من علي معلول ومير الحناشي في الجولة السادسة ضد أولمبيك سيدي بوزيد، وعلى ضربة جزاء وحيدة ضد نجم المتلوي في الجولة السابعة نفذها كريم العواضي بنجاح. دوبي ثلاثية مستقبل المرسى نهار 14 أكتوبر، وأولى الأهداف افتتحها الوفد الجديد مصعب ساسي يسارية قوية في شباك الترابلسي بعد باس حاسم من جونيور أجاي، وفرحة كبيرة للاعب أول هدف في أول لقاء ليه بألوان السي اس اس. الهدف الثاني جاء بعد عملية تدرس اون دو عالمية بين مير الحناشي ومحمد علي منصور، وأكسيون ممتازة من مير الحناشي لترجمها دالي منصور بنجاح في الشباك، وآخر الأهداف جاء عن طريق جونيور أجاي متابعة ناجحة لرأسية مجد المصراتي. الماتش الموالي كان في الجولة السادسة في غرة نوفمبر، والفوز الصعب بشق الأنفس في ميدان صعيب ملعب الثورة 17 ديسمبر ضد أولمبيك سيدي بوزيد 1-0 في هذا اللقاء. امضى المتألق دوما النيجيري جونيور أجاي بعد توزيعة مليمترية من الكابيتانو علي معلول، هدف وصل به نادي الرياضي الصفاقسي سكة الانتصارات للقاء السادس على التوالي. نرجع الملعب الطيب المهيري يوم 7 نوفمبر في الجولة السابعة من البطولة المحترفة الأولى لكرة القدم، ونربح النادي الرياضي الصفاقسي ضد نجم المتلوي صاحب أفضل خط دفاع حينها 3-2. كانت نتيجة المباراة النهائية ثلاثية السي اس اس بداها متوسط الميدان الدفاعي كريم العواضي من ضربة جزاء ناجحة حطها على يمين الحارس مروان بريك بعد إعاقة على مير الحناشي في منطقة 18. الهدف الثاني رأسية موفقة ومتابعة لركنية محكمة التنفيذ من علي معلول من جونيور أجاي، بالمناسبة هذا الهدف الرابع ليه مع السي اس اس والثالث بالراس. هذا وقت تم الثلاثية مهاجم السي اس اس تشادي زيكالندو وسيل رأسية أيضا بعد ركنية منفذة من محمد علي منصرة. آخر لقاءات الملخص متاعنا الليلة والتعادل الأول بعد سلسلة سبعة لقاءات من الانتصارات. النادي الرياضي الصفاقسي يتعادل 2-2 مع الشبيبة الرياضية القيروانية في الجولة الثامنة من البطولة نهار 20 نوفمبر. نتعدى الملعب علي الزواوي، هدف الكحلة والبيضة الأول جاء من أقدام محمد علي منصر بعد عمل طيب من حسين الحرباوي، إمداد جيد ومنصر بصنعة كبيرة يحط الكرة على يسار الحارس علي القلعي. هدف السي اس اس الثاني كان سجله علي معلول، التمرير المنصر وتدخل خاطئ من علي القلعي ترجع الكرة قدام علي معلول ليحطها بساقه اليسار في الشباك 2-2، وعلى هذا الهدف يوفى اللقاء. قبل ما نختمو نذكروا أعزائنا المتابعين أن النادي الرياضي الصفاقسي يتصدر الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم ب 22 نقطة بعد 7 فوز وتعادل وحيد في 8 جولات. سجل 16 هدف كثاني أفضل خط هجوم بعد الترجي الرياضي التونسي وقبل شباك رامي جريدي 5 أهداف فقط. سفاكسيان بونات تشرفت متابعتكم لينا ومشاهدتكم لهذا الملخص، إن شاء الله نكون وفقنا. تنساوش تزوروا موقعنا www.sfaxian.net. مرحبا بكم الناس الكل.